وقد أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن قلق مصر العميق تجاه التصعيد الأخير بشأن الأزمة السورية. وخلال لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على هامش الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب بالرياض، أكد شكري حرص مصر على دعم الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي وإنجاح مهمته. كما أشار شكري إلى موقف مصر الثابت تجاه دعم جهود التسوية السياسية للأزمة السورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها. من جانبه أشاد دي ميستورا بالجهود المصرية الرامية إلى تسوية الأزمة في سوريا على الصعيدين السياسي والإنساني.